عملية إجلاء أمريكية غير مدروسة وبدون خطة وآلية تنفيذ مسبقة تؤدي إلى مأساة إنسانية هزت العالم كله وأجبرت أمريكا على إجراء تحقيقات في ملابساتها. هذا ثالث يوم لنا ونحن ننتظر هنا. جئت مع قريب لي يريد الخروج من البلد ولديه مستندات قانونية، رحلته ستلغى جراء الحشود وازدحام الناس غير القانونيين. وعلى أي حال فإن المأساة ما زالت تستمر، آلاف من الأفغان رجالا ونساء وأطفالا ينتظرون الخروج من البلد في هذه الحال السيئة والرحلات غير متوفرة. جئت من مقاطعة غزني وأنا الآن في العاصمة كابول ومنذ 6 أيام وأنا محبوسة في المطار. تصريحات أمريكية متضاربة في تحديد وقت الانتهاء من العملية في وقت يصفها الرئيس جو بايدن بأنها خطرة. بحسب القراءة هنا فإن عملية الإجلاء كبيرة وفي الوقت نفسه معقدة ولن تنتهي في وقت قريب، ومن المتوقع أن تستغرق وقتا أطول. عبد النادر، قناة الغد، كابول.